السلام عليكم متابعينا الكرام، قبل لا نبدأ بالتفاصيل أتمنى تحط لايك للفيديو وتشترك بالقناة وتفعل الجرس حتى توصلك كل أخبارنا العاجلة والمهمة. طلاب تابعوا ويانا يعني للنهاية حتى كل شيء يصير عندكم واضح، بلقاء طبعا مع حيدر الفاروق والحديث حول القرارات للعام الدراسي الحالي. أولا، لا صحة لحذف مادة الإسلامية للمراحل الدراسية وأنها حذفت للمراحل المنتهية فقط وكما وضحنا لكم سابقا. ثانيا، الامتحانات الخارجية ما زالت في موعدها ولكن ممكن يتأجل الموعد وذلك سيتضح الأيام المقبلة. قراري تحسين المعدل والتحميل في الجلسة القادمة سيتم مناقشتها. الطلبة الذين قدموا بالدراسة الخارجية وشملوا في سنة عدم رسوب للطلبة المسائية يسمح لهم بإعادة المبلغ الذي تم دفعه بالتقديم على الخارجي. خمسة وأخيرا، امتحانات نصف السنة ستحدد لاحقا عند إعطاء الضوء الأخضر من اللجنة العليا للصحة والسلامة والامتحانات ستكون حضوريا حصرا. طلاب راح نوضح لكم نقطة نقطة. النقطة الأولى، مادة الإسلامية ما انحذفت لكل المراحل كما يشاع ولكن انحذفت فقط للمراحل المنتهية اللي هي سادس ابتدائي ثالث متوسط سادس إعدادي، فقط ذني المراحل انحذفت لهم الإسلامية وهم يدرسوها لكن بالوزاري مداخله. والنقطة الثانية، الامتحانات الخارجية لحد الآن هي على موعدها المقرر السابق ويقولون احتمال كبير يتأجل الموعد وراح يوضحون بالأيام القادمة إن شاء الله أما تتأجل أو تبقى على موعدها. وقرارين تحميل اللي هواية طلاب تنتظر هذا القرارات، بالجلسة القادمة إن شاء الله راح يناقشون هذين القرارين وإن شاء الله يوافقون. والنقطة الرابعة، طلاب المسائي مال العام رسبوا سنتين أو ثلاثة، ما أعرف لو سنتين لو ثلاثة، إذا يرسب يحول على الخارجي. فطلاب المسائي العام رسبوا وقدموا هاي السنة على الخارجي قبل اللي ينطون مال عدم رسوب للمسائي، ووراها يعني ورا ما قدم على الخارجي نطت التربية سنة عدم رسوب للمسائي وهو دفع مال التقديم على الخارجي لفلوس مال التقديم. فده يقولون انه يقدر الطالب يسحب الفلوس اللي قدمها على الخارجي، هذا المقصود بهاي النقطة. والنقطة راح يحددوها من اللجنة العليا تعطي الضوء الأخضر للتربية، وأيضا يقولون الامتحانات راح تكون حضورية وليس الكترونية. إن شاء الله صارت واضحة عندكم الأخبار ونتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.